الخدمه اللي دارنا والله عمرها دار، وخدم مع القبيله وريقلنا وبغينا التيسير والتنوير. الله يرحم الوالدين. الله يكثر خير، الله يكثر خيرك ويخلف عليك. الله يرحم الوالدين وابن عمنا بن عمنا. ومرحبا بكم وير. راه عطى الحميديين الله ينفق عليه من الفضل ديالو. بغيت رحمة الله تجي لعنا، عافين ما قبل يجيب الله التيسير. مرضو الله، الله يجعلو ديما يجي هو الأول في الامتحان. لكات مليانية. العيد دي كيفاش راجلكم المسائل هنايا؟ عمر اصلا هذاك هو الراجل الحر اللي خدام هاد الحفرة هادي. راه الله يعني اللي دخل الخيرات والرزق. الله يسهلنا عليه. هذاك الراجل راه قاعد جيتو للقبيلة وولد القبيلة ودار اللي تسمع ليه. بقى خدام معنا الحمد لله في الاخير. الله يكرمه. جمعه وقدام رعا الشفاره والسي عبد النبي وزير المشبرق وزير العربي ودير رجليك في العرض وخا تكون دقيقه. الشواط فين دارهم؟ ودارهم مع الخلاوات. ترى عمنا يا ها؟ والدجاج ولا فيا كل قطعه اللي على الضو. عطينا نظره موجز الاشغال اللي قام بها الدكتور العيدودي عبد النبي رئيس جماعه الحوافات. سيدي اش نقول لك، هذاك الرجل الله يقوي من تايلو. يعني الا بغينا الحقيقه سنين وسنين وحنايا عايشين في حزن وفي اي حاجه. هذا بعد العام ديالو، من العام ديالو جا الحمد لله دخل عندنا بارك مسعود القبيله، دار الشرطيات الماء سنين وحنا تنعتنيو من الماء ديال الشرب ما كاين شيء. احنا جينا الحمد لله كل واحد دار جبدنا الماء، درنا كل شيء، درنا الطرق، يعني المصلحه ديال السوق. هذيك الحالة اللي كانت عندنا في السوق دخلنا عليك والله كي ندير ياما، شحال من واحد مسكين كان عاجي داك الملعب ديال فين داروا دابا الملعب وكذا. ها؟ كانوا مدايرين هذا بنادم تا يغرق تما بلاصة الخضارة. دابا الحمد لله. ها الحوانات عادي بزاف، يعني واحد شلنا في المستقبل في بلاصتو خير تبارك الله من اللي ولا. ما الاخرين كانوا ما كاين حتى شي حاجه. واخا واخا قول بلا فيات ونطلبوا الله الله يقوي من تايدهم ومن امهم. رحنا كنا غار كانوا تفكينا كنشكروا الدكتور العيدودي الله يزيد فيامه، الله يزيد فيامه والله يعاونوا على خدمته. الله يعاونوا على خدمته، الله يعاونوا على الاصلاح. وما كان لي نفاق لا ديك لا خليك، وراجل مزيان وخدم معانا وعاوننا. ورحنا سيدي كنبيع تما كنعيشو في واحد الرفاهيه. والله ينصر الملك، الله ينصر الملك. عمي الحال السلام عليكم. عليكم السلام. كيف داير انت مزيان؟ بخير. واش بان لك في هذه المشاريع اللي عندكم في البلاد؟ هذا رمضان عتقنا العيدودي الله عتقو من النار. امين امين. راه دار معنا واحد مجهود كبير الله يكثر خيره. شحال هذه وحنا غارقين. ولكن حمدنا الله وشكرنا على هذا الرجل. على هذا الرجل المخلص المناضل. اليقين اليقين راه كنطلبوا الله تعالى وهذا رمضان يستر هو وليداته. راه خدم معنا وخدم مع القبيله وراه ما عندناش فين غندوزوه الصراحه. هي هذه راه لا دزناه ما عندنا وجه. هادشي اللي كاين الله يرحم الوالدين. راه دزنا راه كاين النفاق. هادشي اللي كاين ممنوع النفاق، ممنوع النفاق. ان شاء الله عملكم بيكم كرمنا بهذا الماء الله يعطيه صحيحته الله يستروا والله يحفظوا. جاو المنبر 20 عام وهي هنايا ما كاين لا ما لا والو. وين من جا العيدودي كرمنا بالماء الله يستروا الله يعطيه صحيحته. بغينا ما يتفارقش معنا ان شاء الله. الله يعاونو. بنا المويه بنا الضيلات الله يطرح حنا ما يطرح ولد ولدو. هذه 40 عام ولا 50 عام حنا خارقين. راه عاد ربي سهل علينا بهذا الراجل، سهل علينا الله يسهل على ولد ولدو. الله يرحم الوالدين. وقول لهم صوتوا الاولاد العيدودي راه في البلاد.